الانتركونتيننتال في هذا القسم وهذه الشركة الرائعة جدا العرب للتأمين. نحيي كبيرة داود الكرد وهذا الكرد الذي كان أفضل خلف لأحسن سلف. مشاهدينا الكرام، هنا في هذا الماتش الودي الرائع تشكيلة الفريقين. في حراسة المرمى رامز فالديز يلعب قدامه سامح الخضرة، يلعب إلى جنبه باسم عبد المجيد، وكظهير أيسر إبراهيم أبو ديا، وكظهير أيمن المحسين محمد أبو نبيل. قسم الموافقات هناك في الطبية. في خط المنصف تشافي وانيستا، رائد جودة ومحمد جودة، الأخوين شوقي هنا. وفي خط الهجوم راس الحرب ميسي العربي الثمين أبو عماد الرمحي، وإلى جنبه المهاجم السفاح اللي ما يرحمش هادي داوود الكرد القناص مرعب الحراس، وإلى جنبه آخر غيث جردانة في ثنائي لن يتكرر. تمشي كرة الآن عند الرائع أندريس إنييستا محمد جودة، أروع لتشافي بين رائع جدا، هيا أبو عماد يضرب كرة مش فوق القائم، هذه الكرة تسديدة 1-0، الله 1-0 1-0 مش ممكن مش معقول مش منطق مش مقبول. هذا الكرة ولا دافيد فيا، هذا الكرة ولا كريستيانو رونالدو. أوه يا رائع يا مروع. تمشي الكرة الآن عند بتاع الموافقات محمد أبو نبيل، هي الموافقات ما يرضاش تخالف فليدخلها في الشباك. راي على أوفر، هي أبو عماد الجردانة لا تقوليش هذه يسدد، الله على الثاني. جولاتو جولاتو بكواليريتي بلغة الطليان، دلبوس بلغة الفرنسيين، ومن لبوتو بلاش بالتونسية، ومن لهدف رائع باللغة العربية. الله على جول للدور للجول يا دور. هي كورة الآن عند السامة الخضراء، عودة لسفيان أبو بكري، ماذا تفعل؟ خاب منه كورة، أوه هدف بطريقة غريبة جدا، يكسب فريقه هدف. يا بني حرام عليك، الله يهديك يا سفيان بكري، كان بالإمكان أفضل فيما كثير في مكة. إذا 2-1، معلش نقول معلش، هذه ركنية أخرى. سفيان البكري مصر على التسجيل، ولكن هل تكون في شباك الخصوم؟ أبو البكري الله بالراس يا رائع، كانك زيزو زيدان، كانك رونالدينيو، الله عليك يا رائع. مش ممكن على ارتقاء رائع جدا، تخوف، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستبحث عنها المرمى وكل الأركان، وستقر على أن كورة البكر الفنان بصمة على جبين كل عرباوي عاشق في هذا الزمان. انتهت الحكاية، انتهت المعركة 3-1 في مباراة تخوف. مش ممكن على هذا الأداء. العرب للتأمين تعمل كثير، تقدمكم وتحييكم على أمل اللقاء بكم في مواعيد أخرى لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.